نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. وهذا سؤال يقول: كيف نتعامل مع اتباع الحلبي في تونس، وهل نهجر من غرر به واصبح منهم، وما هي مدة المناصحة؟ اما اتباع الحلبي فهم على طائفتين، منهم المتعصب له على علم فهذا يلحق به، لان الحلبي علي حسن عبد الحميد الحلبي ظهر انحرافه واشتهر ويجادل بالباطل وهو في طريق آخر غير الطريق الذي كنا نعرفه عليه. الآن في هذه الآونة المتأخرة علي حسن سلك طريقا آخر غير الطريق الذي نعرفه من قبل عليه، فمن كان من هؤلاء المتعصبين فيلحقون به، وأما المغرر به كما يقول السائل فهذا ينصح لا يهجر، ينصح ويبين له الخطأ الذي عند هؤلاء، فإن كان أراد الله جل وعلا به خيرا فالحمد لله، وإن ركب رأسه لحق بالجماعة الأولى بعد أن يبين له ويوضح له وتذكر له الأدلة، فإن لوى رأسه ألحق بهم. وأما المناصحة فلا يعني وقت محدد لها، فلك أن تناصح الإنسان في جلسة ويستبله، وقد تناصحه في جلستين ويستبله، وقد تناصحه بمهاتفة، وقد تناصحه بمكاتبة، المهم أن تبين له بالأدلة الساطعة والبراهين الواضحة الغلط وانحراف صاحبه وبقاءه بعد هذا على هذا الانحراف، وهو ولله الحمد يفهم له عقل، فإن أبى ألحق بأولئك. وهذا يقول